بنسبة تقريبية وصلت لأكثر من 40% يتم استهلاكها بشكل عشوائي من إجمالي الإنتاج اليومي للتيار الكهربائي في محافظة أبين المقدر ب30 ميجاوات، نسبة تسببت بحدوث خلل واضح في عمل المؤسسة العامة للكهرباء وأثرت على مستوى الخدمة بشكل كبير. نحن في الفترات السابقة سكتنا على هذا الموضوع أو غضينا النظر عندما كانت خدمة التيار محدودة جدا. الآن نزلنا حملات وتعاونت معنا السلطات المحلية وجوانب الأمن، لكن المشكلة بتظل قائمة لأنها كبيرة. يعني لما تصل نسبة العشوائي زائد اختلاسات التيار إلى قرابة 40% من جملة الاستهلاك، يعني هنا يعني تبدأ من جديد، تبدأ كأنك تبدأ تأسس لنظام بناء مؤسسي جديد في كهرباء أبين. مؤخراً عملت المؤسسة العامة على تحسين خدمتها في المديريات المسؤولة على تغذيتها بالتيار، خصوصاً بعد أن نجحت في تشغيل محطة كهرباء زنجبار، المحطة التي جاء تركيبها وفقاً لقرارات حكومية لدعم قطاع الكهرباء في المحافظة بقدرة إنتاجية وصلت إلى 15 ميجاوات، إلى جانب ما تنتجه مولدات الطاقة في مدينة جعار. تقريباً تصل مجمل الطاقة الموجودة إلى قرابة 32 ميجا، أضافة إلى ما يعطى لنا من أبين، من خط عدن أبين اللي هو الحسوة جعار، على أثر طبعا دخول هذه المحطة إلى الخدمة في منتصف مايو بالتحديد. تم تحسن كبير في الكهرباء في أبين وانتقل نظام التشغيل إلى نظام ساعتين ساعتين، وبذلك تجاوزنا كل الصعوبات اللي كانت مرت عليها المؤسسة خلال الأربع سنوات اللي فاتت من مشاكل واختناقات كبيرة حصلت في التيار الكهربائي. أي أن خدمة الـ 15 ميجا حسنت إلى حد كبير وأقنعت الأهالي والمجتمع بأن الخدمة في تحسن وستكون في تحسن مستمر إن شاء الله. وجود أكثر من 30 ميجاوات كإنتاج يومي للطاقة يبدو ضئيلاً مقارنة بعدد المشتركين في مديريات زنجبار وخنفر وأحور ورصد، إلا أنه كان كافياً لتحقيق تعافي نسبي في الخدمة التي تجاوز ساعة تشغيلها 16 ساعة مؤخراً. الفاقد الآن وصل إلى مستوى كبير، يعني كان ما يبانش معنا الفاقد لما كان الخدمة تصل معدل 6 ساعات طافي مقابل 18 ساعة إطفاء، الآن تصل إلى 16 ساعة 18 ساعة لاصي. هنا زادت الطاقة وانخفضت نسبة المبيعات اللي تسوق بسبب الفاقد، والسبب الرئيسي هو العشوائي. تقليص عدد ساعات الانطفاء في التيار الكهربائي وبدء حالة الاستقرار النسبي في عمل المؤسسة التي تعتمد بشكل أساسي على ما تنتجه مولدات الطاقة المشترى كان بداية لتحسن مستوى الخدمات في المحافظة التي ظلت المؤسسات الحكومية فيها خاملة لسنوات. لقناة سهيل الفضائية، عبير علي، محافظة أبين.